المنتخب النيجيري يتصدر قائمة الأكثر قيمة في بطولة الكان بقيمة تصل إلى 349 مليون أورو. المنتخب المغربي يحتل المركز الثاني بقيمة 347 مليون أورو، ويعد الأغلى قيمة بين المنتخبات العربية. أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان يتصدر قائمة لاعبي المنتخب المغربي بقيمة 65 مليون أورو. ساحل العاج يحتل المركز الثالث بقيمة 334 مليون أورو، يليه السنغال بقيمة 274 مليون أورو. منتخب غانا يأتي في المركز الخامس بقيمة 195 مليون أورو. المنتخب الجزائري في المركز السادس بقيمة 189 مليون أورو. المنتخب المالي يحتل المركز السابع بقيمة 140 مليون أورو. الكاميرون يأتي في المركز الثامن بقيمة 137 مليون أورو. المنتخب المصري يحتل المركز التاسع بقيمة 135 مليون أورو. الكونغو الديمقراطية يختتم القائمة في المركز العاشر بقيمة 110 مليون أورو.